وناخد اول اتصال من الاستاذه رباب من بورسعيد. استاذه رباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه رباب. اتفضل. انا عندي سؤالين يا فندم. اتفضلي يا فندم. السؤال الاول, بابايا يعني راجل كبير وتعبان, فانا بحميه, في مشكله؟ يعني انا بس معاه الحمام بيبقى ساتر نفسه وانا اللي بحميه, دي فيها مشكله؟ بس احنا ما عندناش ولاد, يعني ما فيش عندي اخ ولد. هو لا يستطيع ان هو يغتسل منفردا. لا لا الحقيقه انت حضرتك بتبقي بعيده عن لمس العوره وهو انت بتقولي لا خالص. ما بلمسوش اصلا, لكن انا اللي بقف معاه في الحمام, اخاف يقع وما اعرفش ايه كده, لكن هو بيبقى ساتر نفسه. ربنا يجعله في ميزان حسناتك وهو بيبقى ساتر نفسه ان شاء الله, ده يكتب في ميزان حسناتك, وان شاء الله ربنا يجعلك في يجعل ده في ميزان حسناتك ويجعله ان شاء الله في رحمه, وان شاء الله يجمع عليه ما بين تمام الاجر والعافيه ويجعل لك ثواب الابرار ان شاء الله ببرك بوالدك. الله يخليك. السؤال الثاني, سؤال ثاني خاص بالحلقه. انا عندي بنتين, بنتي الكبيره عايشه معايا والبنت الصغيره عايشه مع باباها. طيب البنت الصغيره دي, يبقى احنا دلوقتي عندنا انفصال, يبقى في انفصال, يعني في انفصال. طبعا في انفصال. طيب بقى لي 8 سنين انا ما شفتهاش, كنت بشوفها بس من بعيد كده في المحاكم. انا سلكت كل الطرق القانونيه ان انا ارجعها. هي فوق السن ولا بقى تحت؟ هي فوق السن ولا تحت السن؟ هي السنه دي هتكمل 15, يعني هو بعيد عني بقى لها. يبقى انتوا يعني انت إيه, انت تركتيها بالاتفاق يعني؟ لا 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 من غير اتفاق. امال هو خدها ازاي؟ ما تحت السن يبقى تحت السن تبقى في حضانتك. غصب عني وما عرفتش اجيبها بالمحاكم, لان البنت بتقول ان انا ماليش ام, انا امي ماتت, هم كانوا اخدينها صغيره فغسلوا لها مخها يعني. طيب وبعدين؟ اتفضلي. بس انا لغايه دلوقتي انا مش نفسي اشوفها, حتى الرؤيه اللي هي الطبيعيه اللي في القانونيه برضو ما بينفذوهاش. طب والبنت اللي معاكي عندها كام سنه؟ البنت اللي معاكي عندها كام سنه؟ الكبيره؟ 19. يعني هي فوق دلوقتي فوق السن. السن 18. هي عايشه معايا. عايشه معاكي باختيارها طبعا. طبعا. طيب انا اظن ان البنت اترسم لها صورة ما هياش أحسن حاجة. فمعنى إن هي اترسم لها صورة ما هياش أحسن حاجة, أنت محتاجة جهد إضافي. إحنا مش هنتكلم على العلاقة بينك وبين زوجك وإزاي هي بتؤثر تأثير سلبي على علاقتك ببنتك, لكن أنا هكلمك بالشيء اللي أنت تملكيه وهو أنت ذاتك. أول حاجة أنت محتاجة ثلاث صفات. الصفة الأولانية الصبر. لازم تصبري على هذه الطريقة. الصفة الثانية الحكمة والذكاء. لازم تعرفي تقعدي مع نفسك كده شوية وتعرفي مفاتيح شخصية بنتك ايه. لو هي شخص بيرفكشنست, لو هي شخص بيحب القيم, لو هو شخص متمرد, تعرف المفتاح بتاعه. واحنا النهاردة اتكلمنا ازاي نتعامل مع الشخصية المتمردة, فلو سمحت راجعي الحاجات اللي احنا قلناها في الشخصية المتمردة. تالت صفة انت لازم تكون عندك هي صفة ماذا؟ ديمومة التواصل. ما تقطعيش التواصل عنها خالص, لان انت لما بتقطع التواصل اللي بتبنيه بيتهد بالكلام اللي بيتقال عليكي من الطرف الاخر. الثلاث حاجات دي, الصبر والحكمه ودوام التواصل, هيحدث تغيير بينك وبين بنتك اكيد, لان بنتك مهما كانت هي محتاجه, حتى لو بتقول ان امها ماتت لكن هي متشوقه ان هي يبقى لها ام. لكن لو عندها ام صبوره وحكيمه وما بتسيبهاش لوحدها في كل وقت بتكون محتاجاها, اكيد هتلغي الفكرة دي وتحس بنعمة ان امها ما زالت عايشة وبتحبها. فدي نصيحتي لحضرتك. استاذة منى من الشرقية. استاذة منى. استاذة منى موجودة؟ يا استاذة منى. طب استاذة منى تحاول تكلمنا تاني. معانا الاستاذ محمد من الدقهلية. استاذ محمد معانا من الدقهلية. يحاول يكلمنا تاني استاذ محمد. إذن أستاذ رباب, بس أنا عايز أأكد لك على المعاني الثلاثة دول. المعنى الأولاني معنى إن حضرتك تفضلي مشكورا تصبري شوية ما تستعجليش. طبعا في قسوة الوضع اللي أنت فيه, ما حدش يقول إن هو وضع لطيف إن أنت تكون بنتك موجودة وهي عارفاكي وهي بتتعامل معاكي وهي بتقول إن هي, وأكيد إن شهادتها في المحكمة كانت الفيصل في إن هي ما بقتش معاكي. ليه؟ لان هي رفضت ان هي تبقى معك, فهي ممكن تكون مع حماتك, فهي في الاساس مع زوجك دلوقتي. فاذا رايها في العيش معك كان هو اساسي, هتصبري على ده. معلش
وان شاء الله ربنا يكتب لك ثواب الصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فهتصبري شويه كمان، هيجي مع دوت ايه الذكاء والحكمه، وانك انت تعرفي نمط شخصيتها وتروح تقرا عن نمط الشخصيه ده وتقدر تعملي ده. الحاجه الثالثه ان انت تعملي ايه، ان انت تديم التواصل معاه.